بص، عاوز اكلمكم عن حاجة بفكر فيها. نفسنا نضيف عادة هابت لحياتنا ممكن تبقى علاج جذري للقلق. كل اللي قلته حلو، مجرد انك تفتكر آية ده حاجة حلو، انك تقابل اب اعترافك ده شيء مريح، انك تروح قداس فعلا بيساعدك تهدى. اضيف بقى للليستة الجميلة اللي انتوا قلتوها دي اللي حد فيكم قال عليه، عاوزين نتعود نتمشى مع ربنا. ما كانش كل يوم كل يومين ثلاثة تتمشى مع ربنا، ولو ما فيكش رجلين قوي تعزمه على قهوة، يعني تقعد بس تفضي نفسك لربنا. لأنه الخلوة ببساطة هي كواليتي تايم هادي بينك وبين ربنا. للأسف في الزمن ده قليلين قوي اللي بيعملوا كده، بينما دي حياة القديسين. يعني أي حد من القديسين هتلاقوا في كواليتي تايم واضح مع ربنا، فده اللي بيخليهم من جوه أقوياء أو الدنيا تضرب تقلب ولا بيتهزوا، لأن هو مقضي وقت مش قليل مع ربنا، يسمعوا يحكي يرتل يفكر فيه. هقول لكم كام فكرة هنا يمكن لو طبقناها حياتنا تتغير. أول حد سمعنا عنه واخد خلوة حقيقية أبونا إسحاق ابن ابراهيم، وعلى اخر الخلوه اتجوز. فطبعا ايه اللي مش متجوز وعاوز يتجوز ياخد خلوه، هتلاقي العروسه جاهزه. يقول خرج اسحاق ليتامل في الحقل. كان اول مره نسمع عن حد بيتامل، الكلمه دي كانت اول مره تيجي في الكتاب في تكوين 24. طب ما هو ما عندهمش سوشيال ميديا ولا تليفونات ولا تلفزيون، يعني اليوم كله ما فيهوش غير حقل يعني، ومع كده مفضي نفسه للخلوه. لما قعدت 40 يوم في الدير، انا فوجئت ان كتير من الرهبان الكبار بالذات يجي على الغروب، وده كان طقس البابا كيرلس، يتمشى في الصحر. فانا بقول ما عيشتهم صحر، هي ناقصهم صحر؟ هو ما وراهوش غير الصحر، هو عايش فيه، لكن لازم يطلع على الغروب. ده مخلص صلواته وقاعد طول اليوم مع ربنا، لكن يطلع يتمشى على الغروب في الصحر. إذا واضح إن في حاجة في الموضوع، الناس دي عارفة تستفيد بطعم إحنا مش حاسينه. فبيقول خرج عند إقبال المساء وهو بياخد الخلوة ويتمشى، رفع عينيه أتاري مين جاي بقى؟ لعازر الدمشقي اللي هو رئيس ديوان أو رئيس بيت أبونا إبراهيم اللي راح يجيب إيه؟ يجيب العروسة ويجي. وطبعا كان متوقع ليه انه ما ينجحش، لان عروسة ايه المجنونة اللي هتيجي من اخر الدنيا، لا شافت عريس ولا عارفة هتعيش مع مين ولا، لكن لا، كله متدبر عشان ابونا ابراهيم بيصلي كله بيمشي. رفعت رفقة عينيها، دي العروسة اللي جاية وجاية لا شافت العريس، ده اغرب زواجها في الدنيا، خلي بالكم ما شافوش بعض قبل كده long distance يعني. فرأت اسحاق فنزلت عن الجمل وقالت للعاب مين الراجل اللي ماشي ده؟ لا ده جوزك، ده اللي هيبقى جوزك. فايه حطت البرقع كده وعملوا احتفال العرس وحبها جدا وعاشوا في سلام. هنا انا بركز بس ان ابونا اسحاق هذا الرجل العظيم اللي طلع على المذبح بنفسه، عشان كده كل القديسين اعتبروه شبه المسيح. تعرفين انه ما كانش صغير لما ابونا ابراهيم خده يذبحه، فكان بسهوله قوي يقول له ايه يا بابا انت خرفت ولا ايه؟ في حاجة اسمها تذبحني؟ ما تذبح خروف، ما الخرفان كتير، دول كانوا أغنى ناس. إنما أبونا إبراهيم قال له اطلع يا ولدي، قال له حاضر يا بابا. فإسحاق كان مشارك في عظمة الموقف لأنه تقبل الموت طاعة لأبيه، وعشان كده قال له ده شبه المسيح. وطبعا هو كمان شاف المسيح مرتين على الأقل. فإسحاق الرجل التقي ده الحلو المطيع قوي ده كان بتاع خلوة، وعشان كده ده حاجة كبيرة قوي في طقس الكنيسة أبونا إسحاق. أهمية الخلوة، أنا براجع بس، إسحاق بيعيش من غير سوشيال ميديا، من غير أصحاب، من غير مشغوليات، ومع كده خرج يتأمل. يعني كان ممكن يكون بطبيعته زهقان، مرة إيه خدت مجموعة يعني خادمات بس طلعوا كلهم فوق 70، قلت كويس هيناموا مني في الوعظ وده انا متعود عليه. ف
فقلت لهم انا كنت بعمل كده في الاول، بعد الوعظه هناخد خلوه. وقفت ست تقول لي خلوه ايه يا ابويا، احنا عايشين في خلوه على طول، احنا ما وراناش غيرها، فحرام عليك تعمل فينا كده، لا نقعد نتكلم. فعاوز اقول حتى الست اللي بتقول ما احنا قاعدين في بيوتنا فاضيين ما وراناش حاجه، لقت ان فكره الخلوه صعبه. هي الخلوه مش قاعد فاضي وبس، لا لا، في فرق بينك قاعد فاضي وبينك قاعد مع ربنا، دي غير دي. لان في مريض قاعد مربوط في السرير مش طايق روح، وفي واحد مريض مستمتع بالخلوه لانه قاعد مع ربنا. فاذا مش كل وقت فاضي بيعتبر خلوه. اهميه الخلوه ببساطه، تخيلوا ان جواك بحر هايج، موجه عاليه قوي. الخلوه بتعمل ايه؟ تلاقي الموجه هديت 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 لغايه ما بقت زي ايه؟ زي النهر كده. دي حاجه بتحصل من غير ما تحس. تتمشى ساعه كده، تقول مزامير، تقول تراتيل، تقول صلاه يسوع، تفرج على جمال الدنيا حواليك، الفوران اللي جواك بيهدى لوحده خالص، القلق بيهدى. وده علاج روحي ونفسي كمان. تاني قيمة للخلوة انك لما بتشوف الطبيعة انت بتقابل ربنا من غير ما تحس. ربنا موجود في الطبيعة. في اباء كتير يقولوا ربنا كلم البشرية باول كتاب لان البشرية ما بتقراش، فجاب لهم كتاب الطبيعة. الشجر بيكلم عن ربنا، النجوم بتتكلم عن ربنا، الزرع، العصافير، ده كتاب. فهو كأنه بيتفرج على كتاب مفتوح، ربنا صوابعه جميلة في كل حاجة حواليك. مرة بتكلم مع واحد في أمريكا كده من ولادي يعني، فبقول له الطبيعة عندكم جميلة قوي. قال لي عمري ما شفتها. قلت له يعني ايه؟ قال لي بقالي 20 سنة في البلد دي ما خدتش بالي ان الجبل حلو، الشجر حلو، العصافير حلو، ما خدش بالي. احنا مكان، بيقول لي احنا مكان. ده اللي بيحصل للأسف. بينما انت مجرد تتمشى في الطبيعة، ان كانت صحراء ولا بحر ولا جبل، صدقني بيحصل حاجة جواك من غير ما تحس، لانه الطبيعة مكان لله. كمان اجمل ما في الخلوة بقى ان ربنا بيوشوش، فطول ما انت في وش مش هتسمعه، لان ربنا صوته هادي، صوته حنين. فلازم تبعد عن الدنيا، تفصل كده، تقوم تميز الصوت، تاخد بالك ده بيقول لي انا بحبك، بيقول لي انا معاك، بيقول لي هتعدي، بيقول لي كل خير. الصوت الحلو ده مش بتعرف تسمعه في الدوشة، والدوشة مش ضروري مكنة شغالة جنبك، في دوشة هنا، في دوشة جواك، في فوران، فانت عشان كده مش سامع صوت ربنا. من اهمية الخلوة ان داخل الخلوة الروح القدس هيعرف يزقك على طريق السماء اللي هو التوبة. الروح القدس يعرف يشجعك، يقول لك بقالك كتير ما قلتش سوري يا رب، انت كاسر 100 وصية، انت مزعل ربنا كتير، ما خدتش بالك لانك ما قعدتش هادي. والروح القدس من بدري عاوز يقول لك لف وارجع، كفاية زوغان، بس انت مش سامع. من اهمية الخلوة، الخلوة الناجحة تنتهي بقرارات روحية ناجحة. تأكدوا من كده. الواحد لما بيهدى خالص، حكي مع ربنا، يقضي وقت هادي، ممكن يبقى في قرار مصيري مش عارف ياخده، ربنا يساعده ياخده. ممكن يبقى متخبط حيران، تبان الحكاية، تبان خلاص يا رب انا فهمت انت عاوز نعمل كده. لكن من غير خلوة تفضل متخبط ومش سامع. الخلوة هي المجال الاساسي لتكوين صداقات مع الله. كل اللي اعتبروا اصدقاء الله، دي كلمة عالية قوي، صداقة الله دي كلمة كبيرة قوي. اول واحد خد اللقب كان ابونا ابراهيم، بس اتقال على يوحنا المعمدان، واتقال على موسى النبي، واتقال دول الاصدقاء. الرسل اعتبروا اصدقاء، قال لهم في الايه كده، قال لهم لا اعود اسميكم عبيد، الترجمه now you are my friends، قال لهم كده ليله صليبه، now you are my friends. بختكم بقيتوا اصدقاء المسيح. كلنا مدعوين للصداقه، ما تقدرش توصل لها من غير الكواليتي تايم. عارفين ادخل اليه واتعشى معه وهو معي، دي الصداقه. بس دي معناها قاعده براحتنا
والوقت مفتوح ونحكي براحتنا، لا تبص في الساعة ولا تمسك موبايل. هنبص في الساعة ونمسك موبايل راحت القمامة، ما بيحبهمش الاتنين دول ربنا. حكيت يتأمل عند إقبال المساء، ده معناه إن واحدة من مجالات الخلوة الأساسية بداية اليوم أو نهاية اليوم. في ناس مورنينج بيبل يصحى بدري، يا بختك يا بختك لو تتمشى الصبح أو تقعد في الهواء الحلو بدري، دي نعمة. وفي ناس لا ما تعرفش تصحى بدري. طب وماله؟ المفروض إنه الشمس بتغيم، إحنا عندنا في مصر ما الناس ما بتنامش، لكن في البلاد الطبيعية اليوم له آخر، فلما يبتدي اليوم يخلص طب ما تقعد مع ربنا بقى، اليوم الشمس هي بتمشي. يعني في الطقس القبطي دايما في رفع بخور نقول على المسيح هذا الذي أصعد ذاته ذبيحة مقبولة عند المساء. عشان كده صلاة التسعة والغروب قريبة لفكرة نهاية اليوم وصليب المسيح وموته من أجلنا، وفي معاني جميلة قوي عند إقبال المساء. وبعدين المقابلات دايما تلاحظوا في سر كده قاله أغسطينوس، وكان قبل كده تأمل في ذهبي الفم، حكاية الأبيار اللي في الكتاب. موسى اتجوز مراته عند بير، إسحاق اتعلق برفقة عند بير، يعقوب حبله رحيل عند بير، السامرية اتعرفت على المسيح عند البير. ايه شغلة الأبيار دي؟ فقالوا أصل البير مكان رايق، هو ده الكافيه بتاع زمان، هو ده الايه، طبعا ده كلامي انا مش كلام المحترمين أغسطينوس او لا، يعني ده المكان اللي نحب بعض بقى ونحكي براحتنا بقى. جلس هكذا عند البئر، يعني القعدة مطولة. ساعتها السامرية وقعت من طق، يعني تعلقت بيه جدا واختلفت 180 درجة. والبير دايما رمز ان في طعم تاني، في مية حلوة انت ما دقتهاش، يعني الخلوة هتدوقك لذة الحياة مع الله، بهجة الحياة مع الله، انك مستمتع بربنا. مش سوري، يعني زي ما مرة واحد قال لي ربنا هم على القلب، قلت له ليه كده حبيبي؟ قال لي ما انا حاسس كده، لازم اصلي باكر، هم على القلب. قلت له يا اخويا مش هم على القلب، بلاش انت هتسد نفس ربنا ليه، ده المعطي المسرور يحبه الرب. انت هتيجي على الصبح تقول له هستحمل واصلي لك باكر، بلاش منها خالص، ما ينفعش مع ربنا كده. لكن هنا الواحد نسي العلاقه مع ربنا، اساسها حب، اساسها لذه، تلذذ بالرب يعطيك سؤل قلبك. عشان كده المكان ده تسمى بئر لحي رؤى، اللي هي ترجمتها the life that sees me، يعني ربنا الحي باصص علي. ده اللقاء بتاع كان إسحاق ورفقة ساعتها. رفقة كمان بيقال عنها، كيرولوس الكبير يقول معناها the strong bond. فإسحاق رمز للمسيح، بياخد خلوة وبقى ايه، في strong bond مع العروسة الجديدة. معناها بالبلدي الخلوة تجعل ارتباطك بالمسيح قوي، البوند مع ربنا في الأيام دي ضعيف، ده اللي بيخلي الناس تتشائم وتخاف وتقلق وتنزعج وتبرطم وتيأس وتكتئب. هو كل ده لأنه weak bond، العلاقة بربنا ضعيفة، مفيش ثبات قوي، فأنت محتاج تقوي العلاقة، والعلاقة مش هتتقوى غير لما تطلع شوية وقت لربنا. ما تنساش ان في الاخر الترتيبات كلها قلبت معجزة، اغرب جوازة في التاريخ، لكن لان ده واحد مبسوط بربنا. فمعناها ان طموحاتك واحلامك ومشاكلك لو خدت خلوة هتخلص لوحدها، هتمشي لوحدها. فاهمين المعنى؟ يعني احنا بنفضل نفرك ونحسب ونهري، ايه رأيك اركن كله على جنب وتمتع بربنا، هتلاقي كل حاجة مشيت. وده اللي قاله المزمور زمان، تلذذ بالرب، النتيجة ايه؟ يعطيك سؤل قلبك. نفسك العيال تتجوز يتجوزوا، نفسك المشكلة تتحل تتحل من غير ما تفكر فيه، بس اعمل الاولانية، تلذذ بالرب. تلذذ دي مش ديوتي بقى، مش واجب بتقضي، لا لازم تحاول تعمل حاجة بمزاج، والمزاج ده معناه واحد فاهم يعني ايه يحكي بقى براحته، يقضي وقت جميل. ربنا يسوع له كل المجد، كان بياخد خلوة،
في الصباح باكرا جدا قام وخرج وموضع مضى إلى موضع خلاء وكان يصلي. يبقى بيعلمنا إنك تاخد خلوة. لما مرثا كان المسيح في بيتها كانت منزعجة لأنها مش شايفاه. ساعات صدقوني يا جماعة احنا بنخدم بس مش شايفينه، عمالين نخبط في بعض وهو قدام، احنا بنخدمه مفروض. تخيلوا خادم يفضل يخدم سنين ما خدش باله من ربنا، ما شافوش. طب يا حبيبي ده انت بتخدمه المفروض. مرثا ما شافتش المسيح، هي شايفه الحلل والملوخيه والطبيخ والشغل ده، ومتغاظه من اختها ومتغاظه من ربنا. فقال لها مرثا انت ايه حكايتك؟ انا هنا، انت ما خدتيش بالك انا في بيتك، انت ما قعدتيش معايا ولا دقيقه، انت اتلخفنتي في 100 حاجه وضيعتي اللحظه الجميله دي. لا اختك اشطر، اللي انت زعلانه منها دي طلعت انصح، اختارت النصيب الصالح. الحاجات اللي بتخوف الواحد، النص بتاع رؤيا 2 ده لما قال له بص انا عارف انك بتتعب وعارف اعمالك وتعبك وصبرك بس انا زعلان من حاجه. زعلان من ايه؟ فين محبتك بتاع الزمان؟ ياه، يعني بيبقى عنده أعمال وتعب وصبر ومشاكل وتجارب، وبعدين يقول له لا لا، في حاجة حلوة راحت، كنت بتحبني أكتر من كده، كنا بنقعد نحكي أكتر، كنا أصحاب أكتر، فأنا عندي عليك أنك تركت محبتك الأولى. إزاي الواحد ياخد خلوة حلوة؟ حاول تختار مكان هادي ووقته مناسب. لو نعسان قوي مش هتعرف تستفيد، ولو مكان دوشة مش هتعرف، ولو الموبايل مفتوح ملهاش لازمة، ولو العيال حواليك برضو مش هتنفع. حاول تشوف مكان هادي ووقت مناسب. ساعات تبقى الأوضة بتاعتك، ممكن ساعات تبقى بلكونة في بلادنا، يعني عندكوش بلكونات هنا انتوا غلاب. من طرق التمتع بالخلوة البعد عن المعطلات والمقاطعات، لانه اي انترابشن هيبوظ القعده. انا اعرف خطوبه اتفكت بسبب الموبايل بجد، كانت بنت عاقله وبعدين خطيبها غني وبيجيب هدايا كتير وبيقول كلام حلو، بعدين كل ما تخرج معاه سوري هرد على الموبايل ويتخانق ويزعق، ما تيجي تتكلم تليفون تاني قفلت ما كملتش. ليه؟ انت بتحبني ولا بتحب شغلك وموبايلك؟ ارمي خلاص، مهما كنت كويس في حاجات تانية ما اقدرش اعيش معاك كده. هو ده اللي بيحصل، احنا مع ربنا بنعمل كده. لا، اختار مكان هادي واقفل على المعطلات والمعرقلات، لانه في الاخر دي اغلى قاعدة في الدنيا. هو انت لو رئيس امريكا والله اعلم هيطلع ايه، قال لك تعالى نقعد سوا، هتقول له ورايا شغل، هتقول له مش عارف نازل مصر. لكن ده مش رئيس امريكا، ده ربنا بيقول لك تعالى نحكي. يبقى ده اهم كتير من اي حد. من طرق التمتع بالخلوة انك تمزج الصلاة بالقراية، والقراية هنا مش واجب تقضي، تحاولش تاخد كذا اصحاح، صلى آية باسج جزء صغير صوت حكي. فالموضوع مش تأدية واجب، أهم حاجة ما يكونش الخلوة تأدية واجب. وعلى فكرة في الأول ممكن تبقى زهقان ومش عارف تعمل إيه، بس بص هو اللي هيعلمك، ربنا يسوع هو اللي هيعلمك. سيب نفسك للخلوة شوية شوية، هتلاقي نفسك ابتديت تحبها وابتديت تحس بقيمتها وتحتاجها وتبقى مش عارف تستغنى عنها بعد شوية. من طرق التمتع بالخلوة فكرة التأمل، تقعد تتفرج على الطبيعة أو تتأمل في حياتك الشخصية. ساعات حاجة يسموها الهزيز في آية، آية واحدة تفضل إيه تقلبها كده زي اللبانة كده، مش راضية تطلع من دماغك، بعد شوية تلاقيه في نور كده جوه دماغك، في إحساس كده إن الآية نورت في عقلك. المشي الهادي مفيد في الحاجات دي. ساعات تبقى خلوة جماعية بس معناها نروح مكان سوا، لكن كل واحد ياخد جنب يقعد لوحده، وبعدين نرجع نشجع بعض على الصلاة، وبعدين كل واحد يقعد لوحده.
الخلوات ساعات بتبقى بفكرة بس نشجع بعض ناخد قرار بحاجة اسمها خلوة، لكن هناك ما ينفعش نقعد طول الوقت مع بعض، يبقى برضو ملهاش لازمة. في ناس بقى تعرف تكتب في الخلوات، في ناس تعرف ترتل، في ناس تتأثر وتبكي، براحتك بقى، ما فيش ملهاش شكل معين. اوعى تصدقوا ان الخلوة فيها 1 2 3، لا لا، هو الحب ده ملوش قاموس في الحقيقة، دي حتة رومانسية بينك وبين ربنا، هو اللي هيحرك قلبك بطريقته من غير ما تقول لازم اعمل كذا، مفيش لوازم هنا، الموضوع بيبقى متساب براحتك خالص. كل اللي نفسي نطلع بيه يا جماعة، احد اهم علاجات موجة القلق والانزعاج والتوتر ان الوقت اللي بنقضيه مع ربنا قليل، والوقت الخاص ده ادخل مخدعك واقفل بابك وصلي لابوك. مخدعك واقفل بابك دي هي دي بقى، وده اللي ربنا عاوزه، ان الواحد يستفرد بيه وربنا يستفرد بينا، الحياة هتبقى طعمها مختلف، وتلاقي العالم بمشاكله بقى صغير، وتلاقي حياتك كلها ماشية لوحدها. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.